أصدقائي الصغار، أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد من برنامجكم الفنان الصغير، برنامج الأطفال اللي يهتم في هوايات وإمكانيات أولادنا وبناتنا في المدارس الابتدائية والمتوسطة. احنا اليوم كالعادة موجودين في أحد المراسم وفي مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية. المرسم جميل وحلو ومرتب، وبعدين الإنتاج الفني فيه خبرات وايد، وبعدين الرسومات الحلوة معلقينها وموزعينها في المرسم بطريقة جيدة، وفي ستائر حلوة وفي إمكانيات جيدة جدا في المرسم. والأولاد اللي موجودين نقينا من كل صف شوية وموجودين معنا الحين متواجدين في المرسم. احنا الحين ندش معاهم ونشوفهم في حالة العمل، وهم الحين قاعد يشتغلون كل واحد اللي مخلص شغله واللي توه بادي. الأولاد اللي هالصوب مثلا هني عندنا قوة صبيان، شلونكم؟ صوتكم قوي ولا خفيف؟ قوي؟ ايه. شو تسوون انتو؟ نرسم. ترسمون شنو؟ واحد واحد. انت شو اسمك انت؟ عبد النبي. ايه يا عبد النبي، شو قاعد تسوي؟ قاعد ارسم على الطبيعة. ايه، يعني في الالوان اللي تستخدمها معطينك حرية، قال لك ارسم بأي لون؟ ها؟ الالوان الاساسية شي يعني كل شوية وفاتح، يعني قامج وفاتح ولا كيفك يعني موضوع حر؟ قامج فاتح. اي تكمل. وانت شو تسوي؟ شو اسمك؟ اول قول لي شو اسمك، تعال الكاميرا، شو اسمك؟ محمد. اشرف. محمد صوتك ما يصير اقوى من كذي؟ ها؟ قول اسمك الكامل، اسمك الكامل. محمد اشرف فاتح. اي، شو تسوي محمد؟ انا البيئة البحرية. يعني بداية الرسم، ها؟ هي. اصدقائي احنا يعني في نشوف المجاميع، يعني عندنا المجموعة هذه توهم بادين يشتغلون في الموضوع. البيئة البحرية، هني البيئة البحرية، هني البيئة البحرية بعد؟ ها؟ شو اسمك انت؟ احمد. وانت قال عرفونا بسامي. علي فيصل. علي فيصل. وانت علي. ها مصطفى. ايه. شوفوني نحس ان في بدايه للعمل. لو لفينا بعد شوي ممكن نشوف مجموعه ثانيه ونرجع نشوفهم كملوا المواضيع هذه. احنا الحين بس استطلاع صغير لاولادنا اللي موجودين هنا. قوه، سلم سلم، شلونك؟ شو اخبارك؟ لا ما في صحة، ما في صحة. ها صوت أقوى. شو اسمك أنت؟ إبراهيم. محمد. إبراهيم، وين رسمتك؟ هاي رسمتك؟ نشوفها. هذا رسمة إبراهيم. يلا إبراهيم. محمد أنت بأي صف إبراهيم؟ طال الكاميرا. الرسمة كاملة ولا بعد يبي لها شغل؟ ها؟ كاملة. كاملة؟ واصلة على الآخر يعني ما يبي لها شغل بعد؟ زين. وهني شو اسمك أنت؟ محمد لا 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 لا، أقوى أقوى شوية. شو اسمك؟ أحمد. محمد نعمان. بأي صف يا أحمد؟ ابتدائي. وين الكاميرا؟ وينها؟ تشوفها؟ سلم، سوي باي باي. أحمد شو راسم لنا أنت هني؟ الغابات. خلينا نشوف لوحة أحمد. شو يسوون ذيلا؟ الغابات. ها؟ الغابات؟ إيه إنزين، الغابات شنو فيها الغابات؟ حيوانات. ها؟ حيوانات. وبعد يلا قول حيوانات وشنو؟ ها؟ في طيور؟ في طيور. ها؟ إنزين. اللوحة كاملة؟ ها؟ انت يعني عندك شغله ثانيه بتسويها؟ ها؟ ما عندك لوحه غير هذه؟ وهذه صوب. اشوف اشوف. ايه هذه شنو هذه؟ فراشات؟ ها؟ فراشات. هنشوف احمد. احمد تعرف الالوان الاساسيه والثانويه؟ ها؟ تعرف؟ طالعني، طالع الكاميرا، طالع الكاميرا، تعرف ولا ما تعرف؟ ها؟ اعلى اعلى. قول لي ثلاث الوان اساسيه. يلا هم ثلاثه. احمر وازرق واصفر. اي تمام تمام، خوش كلام. وهذا اللي قاعد قدامك شو اسمه؟ علي. خليل. علي؟ علي لك علي؟ اروح حق علي. انزين على ما ناخذ لقطه هني، شوف هذا منو؟ علي. نرد له من هالصوب. علي شو اسمك انت؟ يعني اسمك الكامل. خليل. ايه. ايه. زين، هذه لوحتك؟ هذه لوحتك؟ قضبها عاد خلينا نشوفها. راو كذي ولا كذي ولا شلون؟ شلون؟ كذي؟ صح كذي؟ ها؟ شنو هاي؟ ايش راسم فيها انت؟ علم. علم؟ اعلام مو علم واحد. وهذا اللي يمك، شو اسمك انت؟ علي فاضل رمز. اي علي. علي انت بالله شو مسوي لنا؟ خلينا نقلب اللوحه كذي عشان شو مسوي انت هني؟ حبيب
حط الأشياء الكويت. الكويت. الأشياء القديمة والأشياء الجديدة. إيه يعني الرموز القديمة والجديدة. هذا باب السور. إيه. قديم ولا جديد؟ قديم. وهذا شنو؟ أبراج الكويت. أبراج الكويت ها؟ إيه. إيه هذا الحديث عدل؟ إيه. تمام كمل شنو يبي له تكمله شوي ها؟ هاي من لوحته؟ لوحتك أنت؟ إيه شو مسوي فيها هني أنت؟ شلون مشتغل؟ حيل حيل صوتك وينه؟ مزهرية. إيه هاي شو يسمونها الألوان؟ لا يعني شنو نوعها مائية ولا شنو هاي؟ شمعية عدل يلا هنشوف رفيجنا اللي هني. أنت شو اسمك؟ طع الكاميرا عشان يبين وجهك عاد. منصور الأمير؟ إيه. منصور ولا علي؟ علي منصور الأمير. علي أنت كأنك في رابعة صح؟ لا ثالثة. إيه. هذه لوحتك؟ شنو هذه عن شنو موضوع؟ يعني عن جزيرة كبر. إيه طالع جزيرة كبر. إيه. خليك بسرعة عشان وجهك يبين شوية في الكاميرا ها؟ جزيرة كبر يروحون الناس يسوون في الجزيرة؟ يلعبون يستانسون ها؟ يتنزهون. إيه للنزهة ها؟ يعني كشتة ها؟ إيه تمام. وهذه؟ أشياء قديمة. شنو هذا؟ شو يسمونه؟ فنر والإسرائي ها؟ تمام بيه وهي الشغلات اللي عندك. أنت حين رد لك مرة ثانية نحاكيك ولا ما نحاكيك؟ ها؟ يلا قول اسمك الكامل. حسين عبد العزيز الجبار مكي. من سمع؟ أكو حد سمع؟ شو اسمك؟ حسين عبد العزيز الجبار مكي. إيه حسين. زين أنت شو تسوي هني؟ هذه ولا هذه ولا هذه؟ شو نطلع؟ أيوة أحسن وحدة؟ هذه؟ تكلم عاد لا تشاور بيدك. هذه شنو هذه؟ درجات اللون الفاتح. اللون الفاتح شلون يعني اللون الفاتح؟ درجات اللون الواحد قصدك ها؟ تمام. وهذه هاي شنو ها؟ بيت ها. تمام. وهذه اوراق الاشجار. رد لك عقب شوي يمكن صوتك شويه ها تشحن في البطاريه. وشنو عندنا هني المجموعة اللي هالصوب؟ نبتدي شلون؟ عسى بس كلكم كلمناكم؟ نشوف اللي هالصوب، شو اسمك أنت؟ علي. لا قول اسمك الكامل. علي أحمد الخضري. علي، شو سويت أنت هني علي؟ شو مسوي؟ قول. صورت. إيه. شنو سويت؟ نقط ودوائر. تسوي دوائر ونقط؟ ها؟ احنا نبي أولاد شجعان يتكلمون ها؟ يلا دوائر نقط شو تسوي قاع البحر؟ شنو هذا الموضوع؟ هذا البحر. قاع البحر؟ أنت ماخذ اللون الأخضر واللون البرتقالي بس؟ ها؟ الأسود. والأسود؟ أنت مختارهم؟ ها؟ ولا الأستاذ قال لك؟ الأستاذ قال لك؟ وهني رفيجنا ها قوة. ما شاء الله عليكم وايد أنتوا ها؟ شو اسمك أنت؟ محمد علي درفوش. إيه محمد شو مسوي لنا أنت هني؟ المزهرية. المزهرية ليش فيها نقط هذه؟ الأستاذ قال لكم خلينا نسوي المساحات كلها بالنقط؟ ها؟ هو اللي قال لكم ولا أنت بروحك تسوي شيء؟ إيش قال لكم؟ نسوي المساحات بالنقط؟ إيه. أنت إيش حقك خايف؟ مخايف. قول أنا مو خايف. نشوف رفيجنا هذا. قوة. قول الله يقويك. شلونك؟ زين شو اسمك انت؟ عبد الرحمن علي مبارك دليلي. ايه عبد الرحمن انت شغلك غير اسود وابيض شو السالفه؟ ها؟ شو تسوي انت؟ اشرح لنا بالله. انا الكوركتر. هذا الكوركتر؟ اللي يصلحون فيه الكلمات الغلط مو عدل؟ زين ومن قال لك الفكره هاي الاستاذ ولا انت بروحك اشتغلت كذي ولا؟ الاستاذ. قال لكم خلينا نستخدم الكوركتر على الورقه السوداء. ها الكوركتر على الورقه السوداء ايه شلون تشتغل بالله يعني تشتغل مرتاح ولا يؤذيك هذا لا ما يؤذي يعني بس تسوي كذي اكتب لا ها نقط كذي اي سوي نقط اي والله كاي طلع بس ما يسوي خط ما يصير خط ها اي كل هذه نقط نفس الطريقه بس على انه ابيض واسود عدل والله خوش رسمه تمام ومبقى الحين شوف رفيجنا هذا شلون الحين نجي لها الصوب لان نبي نشوف وجه
قول لي شو اسمك، قول لي شو اسمك. حسن احمد حسن صادق. ما شاء الله حسن يحاول انه يصير صوته قوي. ها حسن، هذه اللوحه شدي اوراق الاشجار؟ نعم. وشنو بعد فيها؟ شجر. ايه نقطين فيها بالاخضر. ايه بعدين كل اللوحه بالنقط. ايه النقط هذه اذيه تاذي يعني؟ لا. فيها تعب؟ لا عادي. عاديه يعني. ما شاء الله ما تمام هذه، بس يبي لها تكمله هذه. ها كملها. ورفيجنا الصغيرونو هذا اللي قاعد هالصوب، شوفه. شوف الكاميرا، شوف الكاميرا. قول اسمك. محمد حسين علي حسن صادق. اي محمد، انت باي صف؟ ثانيه ابتدائي. ايه ايش قاعد تسوي انت الحين؟ تنقط واحده واحده كذي. ايه كم نقطه سويت من الصبح؟ 15000 وكم كم قلت لك؟ لا ما حسبتهم، مو صح احنا قلنا نبي نحسبهم. ها صاروا كم الحين؟ كم نقطه مسوي؟ يا امس مساء قلت لي 15754. ها روح رايح رايح ينقط ينقط ينقط. اي تمام. مساحات لونيه فيها نقط نقط نقط. تمام تمام. ورفيجنا الثاني هذا اللي قاعد، لا هذا بعد، هذا ما عنده نقط. وين الكاميرا؟ وينها؟ وين الكاميرا؟ وينها؟ وينها؟ شوفها طالعها. يلا قول اسمك. محمد رسول عبد الخاص. محمد يا حليله محمد، ايش حقك مستحي؟ شوف الكاميرا وينها؟ شفتها؟ باي صف انت؟ ثالثة. ايش سويت انت هني في اللوحة هذه؟ فراش. فراشات؟ وبعدين شنو الأرضية اللي ورا هذه؟ أخضر وأزرق، شو مسوي؟ الأستاذ قال لك خلينا نحط نسوي أرضية. سويتها بالطريقة هذه؟ خلصت اللوحة ولا ما خلصت؟ خلصت. خلصت؟ ايش قاعد تنطر عيل؟ تنطر الباص؟ آخر واحد هني، منو عندنا؟ وين الكاميرا؟ وينها؟ وينها؟ تشوفها؟ إيه هذه كاهي. قول اسمك بالله. عقيل عبد الرزاق الشكناني. اي زين انت الحين شو تسوي؟ كنا مثل رفيجك ذاك. ها إيه انقط. إيه؟ وارسم قرود وبعدين. إيه؟ من داخلهم انقطهم يعني بالطريقه التنقيطيه هذه. ها إيه؟ الابيض والاسود واخطط شوي. شلون يصير الخط؟ مساء رفيجك يقول ما يصير الخط. سوينا راونا راونا خط، راونا خط. خلينا نشوف، تعال نشوف الكاميرا الحين ايش عليك وانت تراوينا الخط. اوه ما نشوفك، ما نشوفك، ما اشوفك هالصوت. يصير؟ تمام. طب عطنا انا بالله خل اشوف يصير اسوي خط ولا ما يصير؟ يعني لو سوينا خط شذي يصير؟ اي كاي يصير في خطوط. ها يعني بس نضغط شويه يصير في خط عدل؟ اي تمام تمام. لا الخط هذا لا، بس الابيض والاسود حلو عدل؟ يعطينا النتيجه حلو. شنو هاي مزهريه؟ شنو هذا؟ مزهريه وداخلها ورود. وداخلها ورود. هذيلا الحين منو من منو من من ربعنا هني اللي ما حكيناه ما شفنا رسمته؟ كلكم خلصناكم عشان لا تزعلون اصدقائي. هذا جانب من المرسم، المرسم موجود في مدرسه خباب بن الارت مثل ما قلنا. نوقف شويه ونرجع لمجموعه اخرى من الاولاد. أصدقائي من ضمن النشاطات الجيدة اللي شفناها ولاحظناها هني في المرسم، في جانب هني في طاولة وعليها عمل جماعي وشغل في شوي يعني يدعو للتساؤل، يعني لازم الواحد يسأل شنو هذا. أي واحد يدش هني لازم يسأل شنو هذا. فإحنا الحين واقفين في جزء خالص وفي جزء تقريبا يبي له شغل، والمواد موجودة والشغل موجود ومعانا
استاذ ابو بدر معنا هني مدرس تربيه فنيه ايضا. الله بالخير اول. كيف حالك؟ يعطيك العافيه ابو بدر. طبعا مدرس تربيه فنيه في المرسمه. هذا مرسمك ها؟ هني مكانك. خلينا نشوف شو السالفه هني. يعني احنا الحين شنو هذيله؟ شنو هذيل؟ هذا عباره عن شنو هذا؟ بحث السير الملون. ايه؟ يستخدمونه في تزيين احواض الزينه. الاسماك؟ الاسماك. الاسماك ايه؟ بس حق الاسماك الظاهر. بس حق الاسماك ايه؟ تصير عباره عن بحث ملون يكون في الوان مختلفه. اي اشوف انا. اي اي يعني يجي يستخدم الاولاد يستخدم هذا البحث الملون. ايه؟ في تكسية هذه اللوحة. يعني, أيه. يعني تخططونها قبل؟ نخططها. أيه. ونبتدي نوزع الألوان ونقول. أيه. مثلا تستخدم الصمت. أيه. بحيث انك تلزق البحث. أيه. بالأماكن. مو كنا أحجام؟ أحجام مختلفة. أحجام يعني الحين هذيلا مثلا شو اسمه وفي وفي حجم أصغر شوية. أيه. شوف هني الأملاح. نبي أصدقائنا بس اللي قاعد يطالعوننا يعرفون فيها الحجم الصغير هذا وفي الحجم الكبير. يعني شوف هذا الحجم اكبر والاسود يعتبر وسط. شنو هذا؟ ما قال لكم شنو هو؟ هو حصم ولا ولا حصم بس ملون يعني صناعي. يعني صناعي. صناعي في الاحجام الكبيره هنا مع الصغير بحيث انه يشوف ملامس السطوح في شيء كبير وشيء صغير. حلو. يعني هاي الفكره تخدم شيء يسمونه ملامس السطوح. ها يعني لما نحس انه في غائر وبارز وفي خشن وناعم وشغلات من هالنوع. ها انزين من اللي يسوي الشغل هذا؟ عمل جماعي؟ عمل جماعي. عمل يعني تقريبا 5 أو 4 تلاميذ. إيه؟ يشتركون في العمل. إيه؟ أول شيء يوزعون الشغل بينهم بحيث أن كل واحد يمسك له جانب. إيه؟ ويحط الصمت وشوي شوي هذا. لأن لأن متهيألي هذا يعني كل واحدة يعني يعني شو تلصقونه بالش يسمونه هذا الأوهو أو الباتكس. ها؟ الباتكس أو الأوهو. يحط له بالمكان اللي بيلزق. إيه؟ ويبتدي يلزق واحدة واحدة لما يتأكد انه ثبتت. إيه؟ يعني الحين هاي الحين مدام الكاميرا هالصوب المساحة هذه اللي بالأزرق. إيه؟ نترسها من تحت باتكس وبعدين نحطهم. إيه وحطهم. إيه لأن يضغط عليه. يعني مو واحدة واحدة يعني ممكن 3-4 ويلزق. إيه يعني على الأقل يعني توفير للوقت يعني. إيه يعني نحط المساحة هذه كلها باتكس. يعني إذا لون واحد ممكن نحط كمية. إيه. لكن إذا مثلا لا يبي يزخرف ويبي يسوي شغلات يبين شكل العين ولا. إيه؟ ممكن يحط واحدة واحدة. طبعا احنا الحين هذه اللوحه شنو هذه؟ قاع البحر. قاع البحر في اسماك. صح الوضع كذي مضبوط؟ اي مضبوط. صورها عدل. ها ايه. ايه يعني نشوفها احنا الحين هني ننزل ننزل نشوف العمل كله متكامل. ها ها ما تفتل. هذا طبعا قاع البحر. ايه. اللي فيه الاعشاب. الاعشاب والاسماك. الاسماك. ايه. الصخور. الصخور. الساعات في الوان تضيع يعني الحين الاخضر ضايع يا ام الازرق. بس يعني هو الازرق الفاتح كان ممكن يكون احلى مع الابيض شويه. بس اللوحه لما نشوفها يعني اصدقائي الحين لما تشوفون اللوحه هذه لما نشوفها من بعيد كانها مرسومه. يعني احنا نعتبر ان هذا رسم بس هو عمل جماعي لملامس السطوح وبنفس الوقت فيها جهد. يعني اكو لوحات او اعمال فنيه يصير فيها جهد اكثر من الرسم اللي يصير بالالوان الشينيه او الشمعيه مثلا. زين ها هني هالصوب كنا العمل بعده. ها هذه المقادير ما يسمونها الخامات. هاي الخامات. شلون تشترون هذا من السوق؟ بالكيلو ولا بالكيس؟ في ينباع بالاسواق بالكياس. فيها يجي احجام. ايه؟ والوان مختلفه. ايه؟ نحاول احنا نوفر للالوان اللي نحتاجها في الرسم او تجيبون كل الالوان الموجوده. جميع الالوان لان ما شاء الله عليهم مسوينها الوان فلوريسنت يعني الوان قويه. شوف لما اقضب اللون بايدي يشب. شوف شلون حط هذا يم هذا فسفوري يعني منور بروحه. فاصدقائنا اللي يسالون عن البحث هذا او الحصم او الزلط او شو اسمه يلقونه عند اللي يبيعون الاسماك. أسماك الزينه يلقون الشغلات هذه. هنا شنو هني بدايه العمل؟ هالصوب نشوف اللوحه هذه كنا مو كامله. ها يعني كنا اللوحه مو كامله. هم قاع البحر. هم قاع البحر بس شوي. تعال اكو شيء هني غير شكل. شنو هذا؟ هذا من نوع من الصخور بس مو ملون. يعني ينباع مع ينباع. لا خشن يعني ويعطي ملمس جيد. ملمس خشن. إيه؟ كنا شيء مفتفتين صخرة مفتفتين. ها ترى هاي هذا غير هذا. هذا غير هذا. إيه فيه هني. شوف هاي شوفوا أصدقائي هني شوفوا هني لاحظوا
تلاحظون ان هذه الخشبه او قطعه الخشب الابلكاش ها ينلصق عليها شغلات وتصير بعدين ثقيله والله ما شاء الله. شفت اللوحه اللي بيدي؟ هذه لوحه صغيره طبعا ها. احنا طبعا نبي نبين ان في فرق بين العمل الجماعي اللي يصير يعني ياخذ مثلا متر في متر او متر في 80 وبين العمل اللي يكون ممكن فردي يعني ممكن واحد يسوي شغله صغيره منها. وهذه الشغله لما الواحد يسويها كهوايه ويعلقها عنده في البيت ها يعني تعتبر شيء جميل يعني يعني ان في احد افراد الاسره مسوي شغله من هالنوع ومعلقها في البيت عنده. عمل مختلف عن الرسم العادي. مختلف إيه؟ لا يعني هذه اشغال يدويه يسمونها اشغال يدويه. شلون النتيجه هذه يعني شدت الاولاد؟ يعني تحمسوا لها يعني كانوا يعني ما يحبون يعني تدي الحصه من كثر ما هم مندمجين بها. اي هذا الهدف احنا للنبي ها نبي الاثاره يسمونها الاثاره. يعني اذا جبت له ورقه وقلم ويضيق خلقه لكن ينوع دائما بالالوان وهذا يقول لك وما شاء الله السوق متروس ترى من الشغلات هذه متوفر والوان مختلفه يعني في بعض الالوان حتى ما حصلنا عليها ولكن موجوده تمام واحجام مختلفه في اصغر واكبر من الحجم. يلا ابو بدر مشكور ما قصرت تسلم. اصدقائي نشوف بقى مجموعه يعني بعد من الاولاد اللي قاعدين يشتغلون اعطيناهم فرصه يمكن عشان يكملون شويه من اعمالهم نشوفهم مع بعض. اصدقائي في الركن هذا ايضا في مجموعه احنا يهمنا بالدرجه الاولى في برنامجنا ان احنا نبرز المواهب ونقابل الاولاد لان احنا اصلا جايين علشانهم نشوفهم وهم يشتغلون نسولف معاهم. هذا من ضمن اهداف برنامجنا نعلمهم على الكلام يتجرؤون يصير فيهم قوه. ساعه اقول لهم يلا رفعوا صوتكم ها يعني يقعد انت يبا شو اسمك انت محمد. نبتدي مع فناننا الصغير هذا شو اسمك انت يبا لا يعني قول لي اسمك مره ثانيه ها بالعدال اسمك الكامل جعفر شاكر عقاف. اي جعفر شاكر علي القلاف صح. اي صف انت؟ اول هاي رسمتك ها هاي رسمتك الحين نبي نراويها اصدقائنا الصغار ونراويها المشاهدين عدل. شو مسوي انت هني جعفر؟ اولاد قاعد وين قاعدين؟ اولاد قاعد يستانسون بعيد الوطني. بالعيد الوطني عدل. اي قاعد يستانسون ورافعين الاعلام ها. شنو بعد قول؟ بعد بنيه. اي بعد بيت وفي بيت وفي بنيه ها. انت وينك انت مو مبين بالرسمه وينك انت شو اخبارك زين؟ ليش ما طلعتني معاهم؟ وين الكاميرا وين الكاميرا تشوفها وينها شوفها شوفها طالعه فوق شفتها. اي يلا قول حق رفيجك اللي قاعد ذاك الصوب قول شلونك شو اسمه رفيجك شو اسمه رفيجك طالع الكاميرا شو اسمه رفيجك ها. عنده ربع وايد مو متذكرهم ها. هنشوف صديقنا هذا قوة قوم وقف قوم وقف قوم وقف قوم وقف. ايوه خلني انا اقعد وانت اوقف. شو اسمك انت؟ محمد عادل. ها؟ محمد عادل. محمد عادل باي صف يا محمد انت؟ اولى ثانية يعني توك باولى ها؟ بس رسمتك حلوة ها؟ ومالت واحد باولى يعني رسمتك شنها واحد برابعة عدل؟ ها؟ تحب الرسم؟ من متى؟ كل يوم اروح البيت كله اصغر ارسم. تحب الرسم من زمان؟ من يوم عمرك 20 سنة صح؟ ها؟ يقول إيه يقول ها؟ من زمان؟ تحب رسم وأنت في الروضة؟ ها؟ إيش راسم لنا هني بالله أنت؟ إيه يلا قول. ولد؟ إيه؟ ياهو؟ إيه؟ صبغة بالنص اسمه. شو مسوي؟ الباب؟ إيه؟ وطن. ها؟ العيد الوطني؟ معيد مني؟ إيه؟ وطن. إيه؟ وعدين مني وطن وطن فات الدريشة. شو وين الوطن علم قصدك ها؟ هذا العلم ايه قول العلم ايه علم الكويت سلمت المجد ايه بعدين ولد فات الدريشة ايه وراهم العلم ايه وسوي كذي بالعلم من بعيد ها ايه وهو ها وماسك الوطن ايه مصمم ايه هذيك البنيه ايه ماسكه الوطن وفرحانه ما شاء الله كلهم متمسكين في الوطن إيه؟ ماسكين الوطن قصدك العلب مو كذي ايه شنو الالوان هذه شو اسم اللون هذا ازرق هذا ازرق وهذا شو اسمه احمر احمر وهذا برتقالي
خالد. وهذا؟ أصفر. وهذا؟ أزرق غامق. وهذا؟ أبيض. وهذا؟ شاطر شاطر. أحمد تعال هالصوب يا أمي تعال. تعال مشكور اقعد قوم قوم وقف قوم وقف قوم وقف قوم. اي الله تعال الصوب احمد عشان تشوف وين الكاميرا وينها شوفها. اي رفيجك اللي ذاك اليوم اللي هناك قاعد ها سلم عليه اول. شو اسمه شو اسمه مو رفيجك اللي قاعد يطالع هيك ها يقول له شلونك. احمد قام ينتع شو السالفه. اقول شنو اللوحه هذه؟ الورد. الورد الورد الفراش. الورد والف... يعني الفراش دائما يروح وين؟ الورد. عند الورد. زين زين النحل ايش ياخذ من الورد؟ العسل. ياخذ هو ياخذ العسل. لا. ياخذ الرحيق ها وبعدين يسوي عسل. انت عسل. وهذه مجموعه من الازهار مو كذي؟ كل الالوان موجوده عدل. تعرف الالوان كم لون تعرف انت ها ايش فيك؟ كم لون؟ قل لي قل لي بسرعه يلا احمر وازرق واخضر يلا قل قل يحب كل الالوان. قولهم قولهم ها. الاساسيه شني؟ احمر احمر اشقر اشقر. انزين والثانويه اللي عقبها ها. اللي يعني ها. الاخضر اخضر اي ها هذا اشقر برتقالي برتقالي اي وبنفسجي اي عدل. انت باي صف احمد؟ ثالثه. ثالثه يعني السنه الجايه تروح ثانيه؟ لا رابعة. تروح رابعة. ايش فيكم تبدون هنا؟ شاطر شاطر يا احمد شاطر. اقعد استريح استريح. خلينا نشوف من بقى. نشوف رفيجنا اللي هني شوفه. لازم نروح للحين الصوب كذي ونقعد كذي. قوم 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 قوم. خلني اقعد انا. اي قوم وقف لاني لا قعدت اصير طولك عدل. وين الكاميرا وينها؟ قول اسمي. قول اسمك. عبد الله محمد. بس إيه؟ بس عبد الله محمد؟ لا ها عبد الله محمد اسماعيل علي حسن. كذي وانت باي صف الحين؟ الاول. والاول توك بأولى؟ ايه. كبير انت شكلك شواربك طالعين ها توك بأولى؟ ايه. ايش راسم لنا هنا؟ ترى اصدقائي لاحظوا اللوحه هذه من الاعمال الجيده زينه يعني. يعني شوف شلون انت مو مخلي ولا مكان يعني كل الاماكن حاط فيها الوان و... ها اللوحه تعتبر لوحه كامله مش ذي؟ ايه. شنو موضوع هيبه؟ عيد الوطني. عيد الوطني مستخدم الالوان بطريقه حلوه ها. شو يسوي هذا؟ ماسك العلم. العلم ها لازم العلم في العيد الوطني لازم الواحد يمسك العلم صح. واذا مو ماسك العلم يحط العلم على بيتهم عدل. يحطه على السياره عدل. انت السنه اللي فاتت وين كنت؟ باي صف؟ برابعه. لا ها وين كنت؟ اولى. اولى السنه اللي فاتت العام السنه السنه انت باي صف الحين؟ انت شو اسم صفك؟ اولى. اولى شنو؟ اولى اول. اولى اول. انزين والعام السنه اللي فاتت وين كنت؟ بالبيت ولا بالروضه؟ بالروضه. بالروضه. اي عاد الكل بالروضه. خش الصوره هذه تقريبا انتهت صح؟ اي. وهذا رفيجنا ايش عنده؟ ايش اخباره؟ شلونك انت؟ تمام؟ ها؟ قول لي بالله انا قاعد يمك عشان اصير طولك عدل؟ قول وين الكاميرا شوفها؟ قول اسمك الكامل. علي طارق محمد صالح كطان. إنزين علي أنت الحين ثانية ولا أولى ولا أي صف؟ ثانية. ثانية. العام وين كنت؟ العام كنت بأولى. كنت بأولى بنفس المدرسة؟ إيه. بنفس المدرسة. أي أحسن العام ولا السنة؟ السنة. السنة ليش؟ يعني يعطونكم بالرسم أشياء أحسن؟ إيه. يعطونكم ألوان؟ إيه. والعام ما يعطونكم شيء؟ قول الصدق. يعطون. يعطون من يجيب الألوان أنت ولا المدرسة يعطونك؟ انت تجيب الالوان. زين شو مسوي لنا انت هني بالله الحين؟ هني ازرق فاتح وازرق كامل. شاطر. اي صوتك واضح وقوي. ازرق فاتح وازرق كامل. ايش قال لك المدرس؟ شنو الموضوع؟ ايش نبي نرسم يا اولاد؟ ايش قال لكم؟ ازرق فاتح وازرق كامل. الازرق الفاتح والازرق القامج عدل؟ اللي صار عندنا ازرق قامج ونبي نسوي فاتح شو نحط عليه؟ الالوان المائيه شي ولا انت ما اشتغلت الالوان المائيه؟ ها؟ ما اشتغلت؟ زين ايش حقه مسوي خطوط كذي وكذي ايش حقه؟ عشان هني لون قامج وهني لون فاتح. اي تسوي مربعات عشان يصير واحد مربع فاتح ومربع قامج عدل؟ وشنو بالوسط هذا؟ تفاح وموز وبرتقال. يعني بس بالاخضر الفاتح والاخضر قامج. القامج.
انت تعرف ان الالوان فيها لون فاتح ولون قامل صح؟ اي اسالك سؤال صعب شويه، اسالك ها تعرف الالوان الثانويه شنو ولا ما اعطوكم؟ اعطوكم اذا حطينا لون احمر زائد لون اصفر شي يطلع لنا؟ برتقالي. اوه مذاكر هذا ها، ذاكر تمام. زين اذا حطينا لون ازرق على لون احمر شي يطلع؟ ها احمر وازرق شي يطلع؟ تحدك في البرتقالي بس ها يطلع بنفسجي. قول بنفسجي، قول بنفسجي. شكرا، يلا مشكور. احنا الحين اصدقائنا خلصوا تقريبا، ها نشوف مجموعه من اللوحات اللي موجوده هني، لان ضروري نشوف باقي الانتاج الفني او يعني بشكل عام نشوف العمل اللي يشتغلونه او الاعمال ايش اسمها الموجوده في المرسم، في نتائج وايد خلينا نشوف منها شوي. أصدقائي كنا نتمنى أن نشوف مجموعة من الرسومات، بس الوقت فاجأنا وفجأة لقيت روحي مخلص الحلقة الحين ومعاي الأطفال الحلوين هذيلة. نتمنى لكل الأصدقاء اللي يشوفونا أن يتابعونا إن شاء الله في الحلقات القادمة، وموعدنا دائما يوم السبت الساعة 5 نشوفكم ونشوف كل الأصدقاء اللي يدد، وأصدقائنا هذيلة يسلمون على أصدقائهم ويقولون يلا شو يقولون؟ السلام. شكرا للأصدقاء، شوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة.